تنطلق والشوط الخامس يتواصل بالانطلاق والزميل بدر العتيبي يتواصل معلقا على مجريات هذا الشوط المنطلق. شكرا للزميل الكريبي بن جابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة، نرحب بكم ونحييكم أجمل الترحيب مع انطلاقات أشواط سن الكبار سن الثنايا، وشوطنا الخامس ينطلق على بركة الله الخاص للإبكار الثنايا من مسافة 6 كيلومترات. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بالمركز الأول، نتابع مذيار من هجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني ننتقل مباشرة إلى ثاني مراكز في هذه اللحظات، وتقدم هذا الشعار العملاق شعار هجن الشحانية يتواصل مع ثاني مراكز، وأيضا يتواجد العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب يقدم لنا غزوة على ثاني مراكز وثالث الأسماء في هذه اللحظات. تتقدم الكايدة لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع عروة وتابع في هذه اللحظات، والانطلاقة متابعينا الكرام من الشحانية من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الخامس أرى اللي تسللت في هذه اللحظات شرقة تحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني مع المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وعودة مباشرة مع الصدارة مع المقدمة. هنا مذيار على الصدارة، مذيار تنطلق في هذا التحدي لهجن الشحانية، تتواصل المؤسسة العملاقة مع المراكز الأولى ومع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري مع مذيار على أول المراكز، بينما المركز الثاني أرى وتابع في هذه اللحظات، وتقدم الاسم القادم غزوة من هجن الشحانية مع العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات الكايدة من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري يقدم الكايدة على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع عروة وتابع في هذه اللحظات، وتقدم اللي تسللت في هذه اللحظات شرقة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري يسيطر على ثالث المراكز، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات تتقدم الشحانية بشعارها المميز بأداءها المميز مع شعار هجن الشحانية. أيضا المشاغب يتواجد محمد بن خالد بن عبد الله العطية على خامس المراكز. إذا المتابعين الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وعودة مباشرة مع الصدارة مع القيادة والريادة، لا زالت الأمور مع مذيار مع أيضا شعارها المميز، يتواصل هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري والثاني مراكز. في هذه اللحظات تقدمت غزوة وتشن الغزة في هذه اللحظات، تنطلق في مستوى المركز الثاني من هجن الشحانية يتواصل عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي النقلة على ثالث المراكز. هنا شرقة من لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني مع المضمر حسين محمد بن سالم بن سفران المري، بينما المركز الرابع أرى الانطلاق من الكايدة من هجن الشحانية، أيضا الذهب يتواجد سالم بن فاران المري، بينما خامس التحديات الشحانية تتواجد على خامس المراكز من هجن الشحانية. تواصل المشاغب محمد بن خالد العطية يشاغب مع الشحانية على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، مع انتصاف المسافة 3 كيلومترات ما يتبقى عن خط النهاية عن خط الفوز والانتصار. هنا المقدمة والصدارة لا زالت الأمور مع غزوة تنطلق في هذا التحدي وفي هذا الصراع والنزاع، أو هنا الانطلاق. يا سلام، هذه مذيار على أول المراكز لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري والثاني الأسماء. في هذه اللحظات تتقدم غزوة لا زالت على ثاني مراكز من هجن الشحانية، تواصل عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثالث أرى الانطلاق في هذه اللحظات وتقدم في هذه التحدي
الدولية الكايدة لا زالت أيضا على ثالث المراكز من هجن الشحانية. تواصل الذهبي سالم بن فاران المري بينما المركز الرابع شرقة تتراجع وتنطلق في رابع المراكز لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني مع المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران. المري يحتل رابع المراكز بينما المركز الخامس أرى الشحانية تتقدم وتنطلق في خامس المراكز وشعار هجن الشحانية تواصل مع المشاغب محمد بن خالد العطية. إذن متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، لم يتغير شيء على المراكز الأولى مع النداء الرابع على التوالي. هنا لا زالت الأمور مع مذيار مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري وأيضا قدوم في هذه اللحظات وانطلاقة يا السلام هذه الكايدة تنطلق في ثاني مراكز مع الكادر الأول وشعار هجن الشحنية تواصل مع الثلاث المراكز الأولى بقيادة مذيار على الصدارة. المركز الثاني الكايدة من هجن الشحنية تواصل سالم بن فاران المري بينما ثالث التحديات غزوة تنطلق لهجن الشحنية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بينما المركز الرابع من الجانب الآخر شرقة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني مع بن سفران حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري بينما خامس المراكز أجد الشهانية لا زالت على خامس المراكز من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى المتقدمة وعودة مباشرة مع الصدارة مع 1500 متر ما يتبقى عن نهاية وناموس هذا الشوط. وهنا الصدارة لا زالت مع مذيار لا زالت مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري يقدم مذيار على الصدارة بشعار هجن الشحانية تواصل مع المراكز الأولى مع بقيادة مذيار. ثاني المراكز من الجانب الآخر الكايدة تنطلق وتريد الفوز وأيضا الناموس في هذا الشوط وفي هذا التحدي لهجن الشحانية مع أيضا الذهبي سالم بن فاران المري ورابع المراكز. يا سلام على الدخول في هذه اللحظات والانطلاقة من زعزعة في هذه اللحظات، سوت الزعزعة وانطلقت لهجن الشحانية مع أيضا المبدع حمد بن علي بن حلفان. المري غير على مجريات هذا الشوط وانطلق مع زعزعة على الصدارة. المركز الرابع الشحانية تنطلق في رابع المراكز من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وخامس مراكز يا سلام أجد غزوة على خامس مراكز من هجن الشحانية تواصل أيضا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن عودة مشاهدينا الكرام مع أجواء الكيلو المتر الأخير، هنا الصدارة مع الكايدة على الصدارة مع 700 متر الأخيرة تعلن الانطلاق تعلن التواجد وتعلن هذا التحدي وتعلن أيضا مغادرة هذا الشوط مع الكايدة من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن زعزعة تنطلق لهذا المركز الثاني مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري وشعار هجن الشحانية يتواصل على الخمس المراكز الأولى. ولكن عودة مع الكايدة على الصدارة. الكايدة تنطلق في هذا التحدي وفي هذا الصراع والنزاع مع الأمتار الأخيرة. هذه الكايدة على الصدارة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري مع المضمر المتميز دائما في عالم رياضة سباقات الهجن مع أيضا الكايدة على الصدارة لهجن الشحانية تواصل الذهبي سالم بن فاران المري مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لجماهير ومحبين هذا الشعار، شعار هجن الشحانية على فوز الكايدة بالمركز الأول، وتهاني إلى المضمر سالم بن فاران المري المركز الثاني. يعني زعزعة من هجن الشحانية المركز الثالث، كان الوصول مذيار من هجن الشحانية المركز الرابع، الذخيرة من هجن الشحانية بينما المركز الخامس وصلت فيه وقار من هجن الشحانية. إذا المتابعين الكرام هذه المراكز الخمس الأولى وكان الفوز مع الكايدة من نالت ناموس هذا الشوط إلى الأمتار الأخيرة. هذه الكايدة تصل إلى خط النهاية بتوقيت وقدره. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الكايدة بالمركز الأول، والتهاني إلى المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الأول التوقيت 9 دقائق.
48 ثانية 42 جزء من الثانية انتهى نينا والناموس. المركز الثاني وصلت زعزعة من هجن الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، والتوقيت الزمني 9:49 70 جزء من الثانية انتهى نينا والناموس. المركز الثالث وصلت فيه مذيار من هجن الشحانية مع المضمر جابر بسالم بن فاران المري. شبل المضمرين قدم مذيار واحتلت المركز الثالث 9:52 20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين.